ويناقش المجلس البيان في مدة لا تزيد عن 30 مترشح عن القوائم. والقائمة قد تكون قائمة حزبية وقد تكون قائمة مختلطة وقد تكون والمقيم. نحن في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تناولنا وكل عمل للنمو وضحى من أجل بلدنا مصر. هذا البلد مصر التاريخ، مصر الحضارة، ومصر المستقبل، المستقبل الذي سوف يتحدد بجهدنا. و نحن نضع أنواط قرار هذه البلاد فوق كل اعتبار. لذا قررنا وضع رؤيتنا المستقبلية فيما يتعلق بالوضع الأمني داخلها وخارجها، وذلك في عدة محاور رئيسية، وهي: أولا، إعادة هيكلة وزارة الداخلية من الناحية الوظيفية والمالية والإدارية بشكل يخلص عدد المستشارين المتقاعدين بالوزارة تخفيضا للنفقات، وهناك ملائم لحرية الرأي والتعبير السلمي بما يتيح للبرلمان تحقيق مستقبله المشرق ولا أن التحقيق، فإن مصر يستقرب الصدر التي تتحكم عليها كل العدوان والإرهاب. المواضع اللي بيشتكي منها الشعب المصري وتحاول تنفذ منها حتى لو كان مواطن بيشتكي من الجيش. المصري يطلع لي امريكي بدخل ابني انجليزي، مصري يطلع لي انجليزي بدخل ابني مصري يطلع لي الماني. لازم ناخد بالنا من تغير مثل هذه الفئات في المدارس والجامعات، رغم احترامي الكامل لما تقدمه من علم ومهاديك محمد عمل.